هو هو مرحبا يا اهلا وسهلا. شو الاسم؟ واو شو حلو هالاسم. عم تحكيني كمان حضر الهدايا لعيد الميلاد؟ يلا انا عم بأيد. شو الهدايا؟ لحظه لحظه لحظه، في سؤال كتير مهم بدي اساله. عذبنا بابا وماما شي؟ أكيد؟ أنا قالوا لي إنه أصحابي صغار ما بيعذبوا كتير شاطرين. يلا شو الهدايا؟ أنا رح أيد. واو شو حلوين. أوكي الهدايا أنا أيدتهم ورح نجيبهم على نوال، بس بكون توعدوني ما منعذب بابا وماما ومنصلي عطول ليسوع حتى يحميلنا عائلتنا. اوكي لحظة قبل ما نسكر، في احكي مع بابا وماما بليز؟ بدي اقول لهم شي حلو كرمالكم. مرحبا، هالسنة وكل سنة حملتنا الميلادية مع جمعيات خيرية للولاد من لبنان. العبرة من هالحملة نخلي ولدكن يعطي هدية يسوع لولد مثله بحفلتنا. كونوا كتار فنحط بسمة كبيرة عوجل صغار. الله يبارككن وميلاد مجيد.